تروحي فين يا بنت؟ انت كلها اسبوع ومسافره. مسافره فين؟ هتكملي تعليمك بره، وهتقعدي مع ابن عمي واولاده، وهتسمعي كل كلمه تتقالك. واقسم بالله يا ياسمين، لو سمعت منه اي شكوى ضدك لكن. انت مين قالك اصلا ان انا هسافر؟ انت ازاي تمانج حاجه زي دي من غير ما تقولي؟ بابي انا مش حاجه تحركها على مزاجك وتقرر لها تعمل ايه وما تعملش ايه. انا بقيت كبيره عينها واقدر اختار العيشه اللي انا عايزاها. تختار العيشه اللي انت عايزاها؟ تختاري العيشه ازاي بقى؟ العيشه اللي انت اخترتيها دي انا اللي عاملها. مين اللي بيصرف على كل تفصيله صغيره في الحياه والعيشه اللي بتسميها بتاعتك؟ مش انا؟ مش هي دي اصلا العيشه اللي انا عايزاها. انا لو عايشه في كل ده ومش عارفه اكون نفسي يبقى بلاها. انا مش قاعده هنا. هتعيش ازاي لو مشيتي؟ انت بالذات يا مامي ما تساليش سؤال زي ده. اسالي نفسك انت عايشه ازاي وقابله على نفسك كل ده ليه اصلا؟ عشان خاطري ولا عشان خاطر الحب؟ زي ما انت اخترتي انا كمان اخترت. افتكري لما خرجتي قبل كده يا ياسمين عملتي ايه؟ رجعتي ما استحملتيش ليلتين من غير فلوس. خلي لك فلوسك يا بابي انا مش محتاجاها. بلاش كلام فارغ، يلا اطلعي على اوضتك. ايه اللي قلت لسيادتك؟ بلاش الغلط وبلاش العصبيه. انت مش عارف انت بتكلم مين. هكون بكلم مين يعني؟ هاتوا الامن للحيوان ده. او الحيوان ده ابن عبد الحي شوشه. ايدك لا تتمد عليا ولا على ياسمين ولا على حد. انا ابن عبد الحي شوشه. عارف عبد الحي شوشه؟ عارفه. الو اه منير. لا جاي لك حالا. اه جاي لك حالا. سلام. يلا يا ياسمين لم هدومك يلا بسرعه عشان صاحبتك محتاجاك. ساميه يلا تلات ساعات ما فيش وقت. يلا عشان نمشي. اشترك الان واحصل على 50% خصم مدى الحياه على اشتراكات بريميوم السنويه والشهريه. استخدم الكود على watchit.com.